السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم معنا ماي لافلي تويز. اليوم معنا تسريحة جديدة لباربي، هي من فروزن. كتير التسريحة حلوة، فيها 3 قطع، وكمان جاية معها اكسسوارات للبنوتات الحلوين اللي بدهم يلعبوا فيها. هلا خلونا نفتحها ونتعرف عليها مع بعض. هي جاية مو مركبة، احنا لازم نركبها. وهي الاكسسوارات كمان، مثل ما شايفين جاي 4 اكياس. هي عنا التسريحة والكرسي، وهي الخزانة الصغيرة، وهون في الاكسسوارات. هلا اول شي حنبلش نركب هاي الخزانة. هاي القطعة مركبها فوق، عن جد كتير كتير طلعت حلوة، كتير حبيتها. هلا نركب التسريحة. هاي الطاولة وهي الرجلين نركبهم هون او هون. هون في هاي القطعة بتركب هون، بس للأسف الدرج مو حقيقي ما بيفتح، بس هو موديل. آخر شي بنركب المراية. هلا معنا الكرسي، هو جاي عبارة عن 4 قطع. هي أول قطعة نحطها هون، هاي بعد ما خلصنا تركيب القطع. كمان معنا هدول الاكسسوارات، هلا بنشوفهم. نشوف اول شي القطع اللي معنا. اول شي معنا هدول الدروج، بس للاسف ما بينفتحوا، لونهم ابيض ومزخرفين من هون بالزهري، كمان مزينين هون جواهر باللون الاحمر، كمان مزخرفة من هون. كتير كتير حلوة هاي القطعة، كتير حبيتها. من ورا كمان مفتوحة، ممكن نحط هون قطعة كرتون، وهون عنا يصير مساحة تخزين ممكن نحط فيها اغراض الباربي او ممكن الاكسسوارات اللي اجوا معها كمان ممكن. كتير كتير حلوة هاي القطعة. هلا معنا التسريحة، كمان كتير حلوة باللون الابيض والزهري. المراية عليها كمان غلاف، مشان هيك مو كتير واضحة. مزخرفة كمان بشكل كتير حلو حوالين المراية، كمان من هون باللون الزهري، كمان هون في شكل تاج، ومزخرفة كمان من هون باللون الزهري. مثل ما شفنا احنا عم نركبها، للأسف الدرج ما بينفتح، ما فيها درج، بس كمان كتير حلوة التسريحة، كتير حلوين الألوان تبعها باللون الزهري والأبيض. الرجلين تبعها كمان كتير حلوين ومزخرفين. وآخر قطعة معناها هي الكرسي، كمان باللون الزهري والأبيض، كمان مزين من هون باللون الأحمر، قطعتين من هون مثل الجواهر، كمان الكرسي مزخرف من هون. كتير كتير حبيته، وكمان هون في شكل التاج، هون عاملين اياه ملمسه مثل القماش. واخر شي معنا الاكسسوارات اللي بتجي للبنوتات حلوين. اول شي معنا الحلقات باللون الفضي والزهري، عليهم قلب كتير كتير حلوين. هون في وردة كمان بينحطوا بهالطريقة هاي،
طبعا كل المجموعة جاية طقم كلها باللون الزهري، عليها جوهرة وباللون الفضي. انتم شايفين العقد كمان كتير حلو، عليه حبات كمان باللون الفضي، ومن هون كمان نقدر نفكه مشان نحطه على رقبتنا. هلأ معنا الخاتم كمان مثل ما قلنا كله طقم مثل ما شفنا، القلب دائما موجود كمان، هذا الخاتم نقدر نحطه. وهلأ معنا هاي القطعة، هي مثل المشط بس هي بكلة بتنحط على الشعر، بتنحط هيك وبتثبت بالشعر، كمان كتير حلوة. بس هالمرة ما في قلب علي القطعة، هي القطعة الوحيدة اللي ما عليها قلب، بس عليها فراشة كمان كتير حلوة، كمان باللون الفضي وزهري، وفي كمان شوي أخضر. آخر شي معنا التاج، كمان كتير حلو وعليه كمان قلب باللون الزهري مثل باقي المجموعة، وعليه من هون كمان ألماستين باللون الأخضر. الحلو في هذا التاج إنه في هي القطعة عشان تثبت على الشعر، نعملها هيك ومنحطه بالشعر بهالشكل هاد عشان يثبت ما يوقع، بس بدنا نضبه او نخبيه ونرد من نطويه، بصير هيك سهل انه نخبيه. كمان كتير حلو، كتير حبيته. طبعا كمان نقدر نحط اكسسوارات الباربي عليها، ممكن نحطهم هون صف لها اياهم لو عنا فرشاية سشوار مثلا، اناني عطر، كمان عندي وحدة لون ازرق واحدة لونها زهري، كمان نحطهم هون. كمان في عندي هدول علبتين كريم، وهي كانت كل الاكسسوارات اللي معنا اليوم. كان معنا التاج، كان معنا العقد، معنا كمان بكلة، كمان كان معنا الحلق والخاتم. بتمنى تكون عجبتكم المجموعة ما أنا كتير حبيتها. ما تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا معنا بالقناة لأول مرة بتشوفونا، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، والسلام عليكم. باربي باربي. نعم يا نورة. واو، ما هذه التسريحة الجميلة؟ هل هي لك يا نورة؟ لا، إنها لك يا باربي، إنها هدية مني لك. هل تقولين الصدق؟ هل هي لي؟ شكرا لك يا نورة، لقد مللت من تسريحتي القديمة، إنها جميلة جدا، لقد أحببتها أحببتها. شكرا لك، شكرا لك يا نورة، وعربونا عن شكري لك سوف أهديك هذه الإكسسوارات، تفضلي يا نورة. شكرا لك يا باربي، إنها جميلة للغاية. شكرا لك أيضا على هذا الفستان الجميل الذي صممته لي يا نورة، شكرا لك. إنه أول فستان أصممه، فلن يكون جميلا للغاية. لا، إنه جميل جدا ومميز أيضا، لأنه أول فستان تصنعيه، وسوف تصبحين ماهرة جدا في المستقبل، شكرا لك. وأحببت التسريحة أيضا كثيرا، شكرا لك، سوف تليق بسريري الزهري أيضا، شكرا لك يا نورة، شكرا، لقد أحببتها. عفوا عفوا يا باربي. شكرا لك يا باربي، إنها جميلة للغاية. أنت أيضا شكرا لك يا باربي. العفو حبيبتي، سوف تليق بك كثيرا. أرجو أن يكون أعجبكم الفيديو اليوم، وأعجبتكم تسريحتي الجديدة وأكسسوارات نورة الجديدة وفستاني الجديد، وشكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.